قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قوله تعالى: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهذا بيان لحال هذه الأصنام، وأن هؤلاء الذين يدعونها لو ظلوا يدعونها لما استجابت لهم إلى يوم القيامة. ولذا قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. بل بين أن هؤلاء الداعين أفضل من هؤلاء المدعوين من الأصنام. قال: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ثم قال بعدها: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فهذه هي حقيقة هذه الأصنام. ولذا قال تعالى: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقد بين عز وجل صورا من ضعف هؤلاء المدعوين من دونه عز وجل. قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثل هؤلاء الذين يدعون هؤلاء المعبودين، مثلهم كمثل الراعي الذي يرفع صوته لبهائمه ولغنمه، فإن هذه الأغنام وهذه البهائم لا تسمع إلا دعاء ونداء. وقال تعالى مبينا صورة أخرى من صور ضعفهم، قال: له دعوة الحق، أي دعوة التوحيد، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بين عز وجل أن من يدعو غير الله عز وجل مثله كمثل العطشان، يأتي إلى البئر ويضع يده عند حافة البئر لكي يأتي إليه الماء فيشرب منه، فمن كانت هذه حالته ماذا يعد؟ يعد مجنونا، يعد أحمقا. فكذلك من يدعو هؤلاء المعبودين شأنه كشأن من وضع راحته عند حافة البئر لكي يصل إليه الماء. ولذلك ختم الآية بقوله: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وهنا عندنا قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، فهم ضالون، وكذلك دعاؤهم كما في هذه الآية يكون في ضلال وذهاب وخسران. وقد ذكر عز وجل صورة أخرى في بيان ضياع هؤلاء الداعين وهؤلاء العابدين حينما يعبدون غير الله عز وجل. قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. مثل من يدعو هؤلاء المعبودين مثله كمثل رجل في برية مع رفقة له، وإذا به يدعى من قبل رفقته هلم إلينا الطريق ها هنا، وهو يتبع الغيلان التي هي الشياطين التي تضل الناس في الصحاري، فهو لا يدري أيأتي إلى هؤلاء أم يذهب مع هذا الغول، فيكون أمره في ضياع وفي خسرة. والمتأمل لكتاب الله عز وجل يجد بيانا شافيا كاملا عن خسارة هؤلاء العابدين الذين عبدوا غير الله عز وجل. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام مع مقامه الرفيع أمره عز وجل أن يقول:
قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. بل قال عز وجل عنه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فذكر عز وجل ضلال هؤلاء، وأن هؤلاء العابدين لو دعوا أصنامهم إلى يوم القيامة ما استجابوا لهم. ثم قال تعالى مقبحا ومنفرا عن هذا الفعل الذي لا يليق بالعقلاء، قال: وهم عن دعائهم غافلون. يعني أن هؤلاء المعبودين عن دعوة هؤلاء العابدين غافلون، لأنهم إما أن يكونوا أصناما وأحجارا وأشجارا، وإما أن يكونوا غير ذلك، لكنهم لا يملكون لا نفعا ولا يدفعون ضرا.